يا دعوة حق وبيان يا قبسا يهدي الإنسان بشارة لمن زلت قدم التوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. التوبة بمعنى العودة. ما تستناش بالذنوب، خلي الذنب يجي على ذنب. الإنسان من الواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل في كل يوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. 100 مرة؟ 100 مرة؟ أليس من الخزي إن آلاف الآلاف تتوب وربنا يقبل توبتهم ويعفو عنهم ويغفر لهم، وأنت لا يغفر لك ولا تتوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ التوبة. العبد إذا رجع وتاب تاب. أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيب. الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة ولن يغلقها سبحانه وتعالى إلا عندما يغرغر الإنسان. مش عايزك تيأس أبدا من روح الله عز وجل. أي ذنب بتعمله؟ بتشرب سجاير؟ بتتفرج على الصور العريانة؟ شغل في الربا؟ مهما عظم بك الذنب فاعلم أن رحمة الله أوسع. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كل الذنوب قابلة للمغفرة، وهذه السيئات تبدل لحسنات. التوبة. يعني ممكن يا شيخ؟ جدا، ليه لا؟ ثم تاب عليهم ليتوب. اللهم تب علينا لنتوب، لأن العبد لا يتوب إلا إذا فتح الله له باب توبة. أنا بتوب عشان ربنا سبحانه وتعالى بيفرح بتوبتي. فإن تبت إلى الله ورجعت فزت بأعظم ثمرة. ولو لم يكن من ثمرات التوبة إلا أن الحق جل جلاله يفرح بتوبتك لكان واجبا عليك أن تتوب. وإنت بتتوب ناوي أبدا ما تغلطش، أبدا ما ترجعش، نية صادق. انت اضرب نفسك. تقوم بالتوبة بشروطها: الإقلاع عن الذنب بالحال، والعزم على ألا أعود، والندم على ما كان. ونزود شرط رابع. ايه الشرط الرابع؟ رد المظالم يا ابني. اللي انت ظلمته ده روح قول له معلش سامحني، اللي خدت أمواله قول له اتفضل الأموال بتاعتك. هي دي التوبة. توب بقى، توب إلى الله عز وجل. انت يا سيدي، انت وانت بتتلفتي على مين؟ هو انت استني ايه؟ عليك انت تتوب. هتتوب امتى؟ عايزين توبة فعلا، ابقى انسان جديد. التوبة. الف مبروك. يا دعوة حق وبيان يا قبسا